أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية ورح نحكي فيها عن قطاع مهم وعن أيضا موضوع مهم جدا واللي هو التقويم التربوي اللي يعتبر أساس النظام التربوي والتعليمي، فهو بشكل أرضية صلبة ومتينة بتحدد ما هو موجود فعلا مقارنة بما هو مستهدف وما يجب العمل عليه. أكيد سلمى، الأمر اللي بيدفعنا دوما نحو التطور المستمر والمتلاحق بما يشمل كل، فينا نقول، جزئيات العملية التربوية والتعليمية، والتي تتضمن بذلك تقويم البرامج والمقررات التربوية وتقويم أداء المعلمين والمتعلمين وفقا لمعايير ومؤشرات محددة. رح نتعرف عليها مع ضيفنا الدكتور رمضان درويش، مدير مركز القياس والتقويم التربوي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير للأخبارية السورية. صباح الخير للأخوة المشاهدين. اهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش بالبدايه مع حضرتك. اليوم اعاده تقويم واعاده تقييم العمليه التربويه ايضا امر مهم جدا، ان كان بما يخص الكادر التربوي، ان كان بما يخص الطلاب. العمل على تطويره هي من اساس العمليه التربويه ونجاحها. اليوم انتم مستمرين بهذا العمل، خلينا نحكي اكثر عن هدف مركز القياس والتقويم. أحدث مركز القياس والتقويم التربوي بمرسوم كريم رقم 4 لعام 2013. يهدف طبعا المركز إلى نشر ثقافة التقويم في البداية، ثم تجويد العملية التعليمية برمتها، يعني سواء من معلم أو متعلم أو منهاج، وطبعا من خلال إقامة دورات تدريبية للمعلمين، إقامة ورشات عمل، تقويم المناهج والكتب، وايضا التشبيك مع مديريات التربيه، وايضا مع الجامعات السوريه، كليات التربيه في الجامعات السوريه، لطبعا عمليه التنسيق، كون المدخلات وزاره التعليم العالي هي مخرجات وزاره التربيه، والعكس صحيح. مخرجات كليات التربيه هي مدخلات ايضا لوزاره التربيه، فلذلك لابد من التشبيك مع كليات التربية في الجامعات السورية لوضع الطريق الصحيح، الإطار السليم لعمل التقويم، سيما ما يهمنا بالدرجة الأولى في كليات التربية المعلم الطالب، طالبة معلم الصف يجب أن يكونوا على سوية جيدة في، وطبعا على مستوى جيد في التقويم، لكي عندما يدخلوا إلى الصف يكونوا جاهزين ومهيئين لعملية تقويم المتعلم بصورة أساسية. دكتور، يعني المركز القياس والتقويم عم يقوم بشغل كثير مهم، هيك عم نعرف عنه اكثر، ومجهود جبار عم يقوموا فيه. خلينا نحكي عن المناحي الاساسيه اللي بيقوم عليها المركز، هي القياس والتقويم والتقييم، يعني هي فينا نقول حلقات مترابطه لتاسيس اي عمليه تربويه، ان كان بدايه من الطالب مثل ما حكيت بدايه حديثك، يعني من الحلقه الصغيره للحلقه الكبيره. فخلينا نعرف كل مفرده من هدول كيف بيتم آلية العمل، إن كنا عم نحكي قياس ولا تقييم ولا تقويم، آلية العمل مع كل منحة للمركز. طبعا أول شيء هناك خلط في المفاهيم، يعني صحيح. أحيانا تستخدم كبديلة عن بعضها البعض، إنما القياس هو قياس كمي، أي معرفة ما يوجد في الظاهرة، ما تمتلكه هذه الظاهرة من سمة معينة، وبالتالي نحصل على قياس كمي، مثلا قياس ارتفاع الجدار، قياس مثلا وزن الشخص. نحن لا نقيس الشخص بس نقيس الوزن أو الطول، إذا نقيس السمة الموجودة داخل الظاهرة المدروسة، هو طبعا المرحلة الأولى. التقييم مرحلة تالية، هذه المرحلة نستطيع من خلالها اتخاذ قرار بناء على الداتا التي أعطتنا إياها عملية القياس. بناء على التقييم يمكن أيضا بعد اتخاذ القرار يأتي التقويم. التقويم هو العملية الأشمل والأوسع التي تتضمن التشخيص والاستمرارية. القياس بمرحلة معينة، التقييم بمرحلة معينة، بينما التقويم هو عملية مستمرة يستفيد من القياس والتقييم في تشخيص وتصحيح الإعوجاج. طبعا نحن في مركز القياس والتقويم لدينا ثلاث أقسام رئيسية: قسم القياس النفسي، قسم القياس التربوي، وقسم البحوث والدراسات. هذه الأقسام طبعا لكل منه جانب. في القياس التربوي نحن طبعا ندرس الامتحانات، نتائج الامتحانات، أسئلة الامتحانات، نطابقها مع المستويات المعرفية، وعند إصدار نتائج أيضا نقارن بين النتائج وبين الأسئلة لكل محافظة ولكل سؤال ولكل مادة، وطبعا بالنتيجة لدينا
نحصل على او بالاحرى ينتج لدينا كراس لكل مثلا الصف التاسع كراس البكالوريا ادبي بكالوريا علمي ونقيم ندوات. طبعا هذه الندوات لكي نصوب الخلل الذي يكون ضمن هذه الاسئله او نحدد مستويات الطلبه لكي تعرف كل محافظه على سويه مثلا بالرياضيات او العلوم او ما شابه. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم في انواع متعدده للتقويم مثل ما حضرتك حكيت وايضا ادوات مختلفة يمكن بتكون حسب المراد قياسه بالعملية التعليمية إن كان للطالب يختلف عن ما يقام به للكادر التدريسي. اليوم ضمن مجال عملكم نطلع هيك على تفاصيل أكثر عن الأنواع وكيفية سير عملية التقويم. نحن كي نعرف القياس أصلا نقول ماذا نقيس؟ صحيح. لماذا؟ ما الهدف؟ بماذا؟ ما الأداة؟ صحيح. وبالتالي إذا لم يكن لدينا هدف ولم يكن لدينا أداة لا جدوى من ما نقوم به. السيد الرئيس بشار الأسد يقول لا شيء في الحياة غير قابل للقياس. وما لم يكن لدينا آلية للقياس لا نعرف أين نسير. وبالتالي إذا يجب أن يكون هناك هدف وهناك أداة. للأسف الأدوات المستخدمة الآن في مجال التعليم نتائج الامتحانات بالدرجة الأولى سيما بالشهادات. وطبعا ليست الأداة الوحيدة التي يمكن أن تعبر عن مستوى الأداء عند المتعلمين. هذا بنسميه ناتج تحصيل علمي فقط، يعني هذا عملية يعني قياس أو تقييم بعدها حتى نعرف شو مستوى ناجح راسب مستوى جيد متوسط. أما سيما الامتحانات عندما تكون الاختبارات نهائية لدينا تقويم قبلي وتقويم بنائي أو تكويني وتقويم نهائي، فنحن في الاختبارات المركزية تقويم نهاية فقط، وبالتالي لا يعرف الطالب أين أخطأ وأين المشكلة، لا يمكن التصحيح بعدها، وبالتالي التقويم هو تصحيح، فلذلك يجب أن تكون عملية تراكمية وعملية مستمرة. أنا أفترض بأن يكون هناك عملية تراكمية من الصف العاشر والصف الحادي عشر مثلا أن تدخل بجزء معين بدرجات البكالوريا. طبعا بيشتغلوا على هذا الشيء دكتور، يعني لما نقول كل هاي نظريات جدا جميلة، ولما نحكي عن عمل المركز هو عمل جدا مهم إذا طبق على أرض الواقع، حتى التحصيل العلمي رح يكون مختلف للطلاب إن كان ولا للمعلمين. هاي النقطة عم تشتغلوا عليها بالمستقبل أنه يكون التقويم مختلف، مش تحصيل علمي هو تقويم فقط فينا نقول للمرحلة النهائية للتعليم، هي مراحل فينا وفي مهارات فينا نقول عند الطلاب ومواهب عم نتفاجأ فيها، يعني عم يتم استثمارها يمكن ببعض المدارس ببعض المسابقات فينا نحن نستثمرها من خلال هيدا المركز. لدينا مشروع الآن في مركز القياس وأجرينا عليه عينة تجريبية أو عينة استطلاعية بأن إما أن يلغى موضوع الامتحانات من الصف الأول للصف الرابع أو على الأقل أن يكون هناك بديل آخر اللي هي طبعا التقويم البديل من خلال ملفات الإنجاز والاختبارات العامة والمهارات اللي بيقدموها الطلاب والمشاريع. دخلت إلى حد ما بموضوع التربية الوجدانية والتربية المهنية حاليا، إنما لا تكفي، يعني يفترض أن يكون لكي لا يتعلم الطفل على الدرجة، الحصول على الدرجة هي الأساس. صحيح. فعندما يكون الدرجة الهدف هي مرتبطة بالذاكرة كل الوسائل بكل المراحل. كل الوسائل متاحة للحصول على الدرجة، لذلك بنشوف بالامتحانات أحيانا عمليات الغش وإلى آخره. ليش؟ لأن الدرجة هي الأساس. أما عندما يكون هناك أدوات مختلفة لقياس التحصيل فأكيد لا تكون درجة هي الأساس. الأمر الآخر الأهم التشبيك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. بالأمس كان لدينا المؤتمر طبعا وتحدثنا بآخر لقاء مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي. طالما أن القبول الجامعي يعتمد على الدرجة فلن يرتقي التعليم إلى المستوى المطلوب. صحيح دكتور، اليوم يعني بنشوف كثير طلاب هم بيقولوا لك إنه هو كثير شاطر بيحفظ بياخد علامات عالية، ولكن هون أنا كيف بدي أعرف مستواه فعلياً قديش عم يستفيد؟ ممكن هو يحفظ ليفوت يضخ المعلومة بقلب الامتحان ويطلع، ولكن ما ضل شيء مثل ما بيقولوا بذاكرته، وهي الحالة بنشوفها بكتير أماكن. كيف يتم قياس هذا المستوى الطلاب من هذا النوع؟ أنا بسمي هي العملية هرمني. الطلاب اللي بياخذوا دورات ودروس خصوصي إذا أجاكم كذا بتجاوبوا كذا، خلص الامتحان ما عاد عندهم ولا معلومة على الإطلاق، وبالتالي إذا ما أنا عملية معرفية هو درس للفحص ما درس ليتعلم، ما أنا عملية معرفية على الإطلاق، يعني هي عملية لحظة معينة دراسة آنية حفظ آني وبزول، بينما العملية المعرفية هي عملية تراكمية، يعني الثقافة ككرة الثلج المتدحرجة كل ما مشيت تاخذ معها شوي، وبالتالي لازم يكون في أدوات مختلفة لقياس التحصيل ليس فقط عملية الامتحان.
ظاهرة الحفظ هلا ممكن تكون ظاهرة، في ناس لديها ملكات صحيح. عظيمة بالحفظ، ممكن تكون ميزة بس ما أنا أساس بعملية تراكم المعرفة. طبعا نحن في أدوات اختبارات معينة ممكن نحن نجريها للطلبة، واختبارات مستمرة. مثلا أنا بشوف أنه بالمدارس التعليم الأساسي حتى الإعدادي مثلا المرحلة الثانية أفضل من الجامعة، لسبب في مذاكرات، في شفهي، في وظائف، وفي امتحانات متكررة، وبالتالي هذا بنسميه تقويم بنائي أو بنسميه تقويم تكويني بالضبط. فنستطيع أن نصحح الخطأ في حينه، نستطيع أن نراعي الفروق الفردية، وبالتالي نستطيع أن نتدخل. بس هي الثغرات من خلال المؤتمر، قلت المؤتمر والنقاش اللي دار مع وزارة التعليم العالي، كان في نقاش حول هاي النقاط الأساسية اللي يكون في عملية تشبيكية، لأن احنا دائما نقول وزارة التربية هي منفصلة عن وزارة التعليم، لا، هي عملية فينا نقول مراحل تشبيكية، يعني هي حلقات متواصلة في العملية التعليمية. بالمستقبل يعني من خلال هذا النقاش ما راح يكون في تشاركية لخطة تعليمية؟ نقط كثير مهمة عم تحكي عنها بس كلها نظريات، يعني إذا طبقت على أرض الواقع من خلال المؤتمر اللي صار ممكن يكون في شيء على أرض الواقع قريبا؟ منذ سنتين أقمنا ندوة ورشة عمل بمركز القياس والتقويم بين مركز القياس ويعني وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. جردنا مواد كلية التربية التي لها علاقة بالمدارس والمواد المدارس يعني العناوين الرئيسية، وطبقنا بيناتهم تنشوف الخلل. طبعا رصدنا الثغرات الموجودة، وطبعا أخذتها كلية التربية لكي يتم الترميم. الفكرة أنه هذا المتعلم الذي يتخرج مثلا من الثانوية، لأفترض أن المدرسة هي معمل وأنا أحتاج إلى سلعة، يجب أن أحدد مواصفات هذه السلعة، وبالتالي نحدد مواصفات المتعلم. إضافة إلى ذلك كليات التربية تخرج متعلم، يجب أن يكون هناك مواصفات للمتعلم تطلبه وزارة التربية، هنا يتم التشبيك. إضافة إلى ذلك المناهج، يعني أحيانا ممكن نشوف منهاج مثلا بالجامعة مرتبط بالتربية ومختلف تماما في العناوين عن محتوى الكتاب الموجود بوزارة التربية. إذن هذا هو التشبيك الذي نعمل عليه الآن، صحيح، ومن خلال ورشات العمل ومن خلال المؤتمر الذي حصل الآن. أكيد نتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. شكرا للأخباري السوري، شكرا لحضراتكم. شكرا لك دكتور، أكيد نتمنى لكم التوفيق يا رب، ونشوف كل القصص اللي حكيت عنها والنقاط الهامة في المرحلة التعليمية صارت على أرض الواقع، ونشوف النتيجة الحقيقية. شكرا كثير لك.